وسط حضور جماهيري رسمي وشعبي كبيرين، واختتم بمحافظة الضالع دوري كرة القدم للكابتن اليمني الفقيد علي محسن المريسي للمحترفين، والذي يقام سنويا بمنطقة مشرعة بمحافظة الضالع. وفي ختام الدوري الذي أقيم على ملعب نادي المستقبل مشرعة، جمعت المباراة النهائية بين فريق النصر شقران وفريق الحرية حمدونة، وشهدت حماسا بين الفريقين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. هذه الدوريات هو التكاتف والتعارف بين أبناء المنطقة وتنشيط الرياضة للشباب لكي يتعارفوا فيما بينهم ويكون أيضا مخرج من مريس فريق. التعادل كان حاضرا حتى بركلات الترجيح بعد انسحاب فريق الحرية حمدونة من ركلات الترجيح احتجاجا على إصرار الحكم بإعادة ضربة الترجيح الأخيرة، وبهذا أعلنت اللجنة النتيجة للنصر شقران وتوج بطلا لدوري الفقيد المريسي. الحرب والحصار لم يستطيعا منع هؤلاء من ممارسة حياتهم الطبيعية، على الرغم من افتقار هذه المناطق لأبسط المقومات الرياضية التي قد تسهم في انتشالهم من أوضاع صعبة تخيم عليها أجواء الحرب. محمد المريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.